أنا عندي وادي مريض، نعم عنده 3 جلطات دماغية، نعم وحركته يعني حركته شبه مشلول، يعني وضعه الصحي مو تمام. بالي فأنا أدخل وياه العفو وأجلك رجل سامع للصحيات، أنا أغسله، أنا أدخل وياه الحمام وأسبحه، بالي يعني قائم بقدم تنظيفه. وهذا يعني أنا أتكشف على عورته. صحيح شنو هذا وضع واحد؟ بني. أبو مهدي الله يوفقه إن شاء الله، الله يوفقه إن شاء الله ويدفع عنه، لأن قائم بخدمة والده، والده عاجز مشلول، ياخذ الحمام ينظفه كذا، يلبس حفاظة، وتدرون هذه تستتبعها رؤية العورة وكشف العورة. هنا احنا نقول لأبو مهدي إذا كان واقع الحال كشف العورة بالمقدار الضرورة، بمقدار الضرورة ما في مشكلة، لأن ضرورات على حال تبيح المحظورات وتجوز لك بمقدار الضرورة. وحاول أنت إذا تقدر أنه تنظفه وكذا باللمس بدون أن تنظر لا بأس، أو إذا كان ما ممكن فأنت مجاز لك بمقدار الضرورة، والضرورة أتقدرها، الضرورة أتقدرها شقيد على حال تكشف وشقيد تنظر، وهذا أمر يرجع إلى متطلبات الوالد ووضعه.